عسلامة يا جماعة، باش نبدو في الروسيت نتاع راس العام. أول حاجة باش نودكم بها الروسيت براليني، باش نفوحوا لي جاتو نتاعنا ويجونا بنين وكيما اللي يتباعوا في لي باتيسوري بالضبط. أول حاجة باش نبدو بها البراليني بيستاش، بدنا ما نحكي لكمش وسهل على الاخر. اول حاجه باش ناخذوا البيستاش ندخلوا للفرن على 150 درجه لمده 15 دقيقه وتخرجوه. من بعد باش نحطوا السكر والماء في مقله ونخلوهم حتى يتعملوا كراميل. لهنا دوب ما يتبدل اللون باش نخلطوهم بمغرفل وحردوا بيكم وتخلوه يتحرق راه يجيكم مر ويفزلكم البراليني. دوب ما يذوب السكر باش نحط في وسط الفستق ونحاول نخلطهم مع بعضهم بشكل السكر يتلبس الكل في الفستق ديريكت. دوب ما يدخلوا في بعضهم لي دو انغريديون باش نحوهم ونحطوهم فوق بابي كويسون ونعملوا فوقهم رشه ملح هذيك باش تقوي القوم تاع البيستاش ونخلوهم يبردوا. دوب ما يبردوا باش نرحوم. لهنا باش ننصحكم ماكينه ترحوا بها البيستاش الكيتشن ايد راهي لا علاقه، ابعدوا عليها ما تشروهاش. ننصحكم ماكينه القهوه الصغيره هذه راهي طياره على الاخر. لهنا البراليني تاعنا برد باش نرحيه لين يقر الزيت نتاعو كيما تشوفوا لهنا باش يولي لنا بات ما نحكي لكمش بنا عالمية. عملوا لها اوريجسترومون الروسيت باش ترجعوا لها.